السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين النهاردة هلعب لعبة ليرز اوف فير. انا يعني بجد قلبي ضعيف من ناحية الالعاب الرعب، بجد بخاف مش عارف ليه، غصب عني يعني ربنا خلقني كده. احنا كل واحد والتاني بيختلف، في اللي شجاع وفي اللي جبان، انا جبان بس مش خواف. اللوح هنا انا اصلا بكره الالواح اللي هو اي حاجه معموله بالزيت. بتجيب لي نوع من انواع الاكتئاب. نروح نشوف بقى هي الاوضه دي بقى. ايوه ادينا اهو قدرنا نفتحها اخيرا، باب مفتوح ونقدر ندخله. طب اتقفل ورانا ليه؟ طيب اتقفل ليه؟ افتح يا مجدي. مين مجدي ده؟ افتح. طيب اللوح كلها ولا انا فاهم منها اي حاجه؟ ممكن تكون هي دي اللوحه. هو كان في صوت. طب احنا نخرج بقى من الاوضه لان تقريبا مفيش حاجه. ثانيه بقى، انا هسال الناس سؤال ولو حد جاوب. احنا دلوقتي داخلين من ام الباب ده، لما جينا فتحنا لقينا نفسينا في مكان تاني. هل دي اشتغالة ام تحوير؟ ابعت الاجابة على 6060. مين اللي قفل ام الباب؟ احنا تقريبا ما عندناش حاجة غير ان احنا نقدم. جميل، فرق نف. حلو، باب بيقفل اول ما بندخل، باب بيقفل. حلو قوي اللي بابه الاوتوماتيك دي، جميل جدا. هل في حاجه هنا؟ عايز اعمل بيبي، عايز اعمل بيبي. كان مكتوب حاجه كده ولسه بقراها. مكان تاني كالمعتاد، اللوح كلها حزينة كده، غريبة جدا الشكل. تحس ان في اتنين جوه اللوحة مش واحد بس، اتنين جوه بعض، واحد اهو والتاني، وكذلك نفس الحكاية. اللوحة غريبة قوي. اتقي الله فيا، اتقي الله فيا. Now a tiny bit to the left. Yes. Just like that. Hold that pose. Ist. I want to get all those lovely curves just right. Ist. بيقول لها انا عايزك تتسلطحي نفس السله، تنبري نفس الانباره دي علشان اخد كل الحاجات السكسبانس فيك وارسنها. ترجمه فوريه يا معلم. بس انا والله العظيم قلبي اتقبض. اللعبه دي فيها كميه ابواب. ايوه حلو قوي التمثال ده. في صوت؟ لا هو دايما في صوت، بس الصوت المره دي صوت الشجر. ايه ده؟ فرد دخل عشان يتحرق. حلو قوي. ده هو فرد دخل عشان يتحرق مرتين. مش عايز ابص ورايا الراجل، مش راح. مش عايز ابص ورايا والله، مش عايز ابص ورايا، انا خايف. عامل ايه؟ مين الراجل ده؟ انا عرقت والله، انا والله عرقت. اخرج بقى من باب البيت التاني. الله يخرب بيت اللي باب الخرا.
والله أنا كمان حايد كمان شوية. مش هينفع نفتح الباب كويس. طب والله أنا خايف أتخض يعني. شوف خايف أخاف. على اليمين وعلى الشمال. ربنا يجعلنا من أهل اليمين. نمشي مع اليمين. مقفول اليمين. مو برضو الشمال أسلوب حياة. فإحنا ممكن ندخل الشمال عادي جدا. بيقولوا التوم كان بيمنعوا بيه الأرواح الشريرة. لا 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 الروحة دي ولا سوق العبور؟ ايه كل الخضار ده؟ كان بيدور على سكينة. بيدور على سكينة بس تكون حامية وجامدة. So I used a razor in fact and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. كان بيدور. وحياة أبوك يا شيخ. وحياة أبوك يا شيخ. أنت لو أنت عايز تعمل الجلاشة معايا استنى الصبح عشان أنا بصور بالليل، أو استنى لما يجي لي معزيمة عشان أنا لوحدي في البيت. أنا بتشائم من أم الفازة دي. انا بخاف من ام الخازوق اللي فوق ده. جميل بقى حلو. احنا كده دلوقتي ماشيين زي والله انا خايف قوي. لا 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 في حاجة ورايا، في حاجة ورايا. طب الكرسي ده الحمد لله مشيت من أم المكان. أنا عرقان والله العظيم عرقان يا جماعة. الدنيا هنا مفروض في فرنسا ساعة جدا بس والله عرقت. انا ماشي في ام البتاع اللي مش الاول اخر دي. مش هنفتح ام الباب.
خليه مقفول عنه متفتح. تاني محتاجين نفتح ام الباب. والله ما انا اللي والله ما انا اللي زقيته. والله ما انا اللي زقيته. افتح النور، اقعد في الكورنر. افتح النور ده كمان. جميل. حلو. النور ده كمان. حلو. في واحدة ست بقى هنا كانت نايمة ولا مين؟ انت لو تعرف انا قد ايه على اعصابي. خايف اي حاجة تحصل. اقفل علي الباب. اخدت مفتاح واقفل علي الباب. مش عايز اشوف. مفيش حد. يا عم مفيش حد قلتلك. مشي. بس ان لقيت الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم. بس في حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، هي ان انت اصلا اللعبه دي حلاوتها ان انت ما بتعتمدش اعتماد كامل، ان هي تطلع لك حاجات كده من يمين والشمال بحيث ان هي تخضك وخلاص. في قصه انت بتقدر تفهمها طول ما انت بتلعب. هي عباره طبعا مش هقول لكم تفاصيل كبيره، بس هي عباره عن نبذه سريعه. هي عباره عن رسام بيحاول ان هو يسترجع ذكرياته المؤلمه الماساويه عن طريق اللوحات والاوبجكت اللي بيها في اللعبه. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي احلى واكرم لايك من عندك. انا بحاول بس افكرك، انا عارف ان انت بتسيب لي لايك بس يعني ككرم منك بحاول افكرك بس مش اكتر. والله لو انت مش مشترك يا ريت تنورني بجد، قناتك بيتك مطرحك تنورني بجد والله العظيم. الحاجة التالتة والأهم تفشخر بيها قدام أصحابك، صبر المصري صبر العربي. اللهم يا جماعة بصوا اتفرجوا على الفيديوهات ده، مش لا ده ولا ده ولا ده عشان ما اسكوش أسماء. ما تقولش لا مش عارف. اللهم اتفرجوا بقى على الراجل ده، اتفرجوا على الراجل ده. خليك بقى احنا أصحاب، احنا أهل واحد. سيبكوا على خير وشوفكوا دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أغلى الناس.